أهلا وسهلا فيكم في برايفت 20. معكم محمد حسام النجار، واليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم لمعظم الشباب والصبايا، خصوصا في هالظروف الحالية اللي عم بيمر فيها العالم. معظم الناس فقدت وظائفها وفقدت أعمالها، وعم تضطر لحتى تبحث عن فرصة عمل عن بعد. وهالشي سبب ضغط كبير على منصات العمل الحر أو فريلانسينج وغيرها من الأماكن اللي ممكن يشتغلوا فيها من البيت. هالتنافس المتزايد على الفرص المتاحة أثر بشكل كبير على عملية الاختيار ورفع سقف المتطلبات من الجهات المعنية بالتوظيف، وهيك أغلب المتقدمين للوظائف اليوم عم يبقوا على أمل إنه الشركات تتواصل معهم بسرعة، وبيستغربوا ليش ما عم يجيهم رد لما بيتقدموا على وظيفة ما. المشكلة الأولى تكمن بعدم قدرة المتقدم عن تقديم صورة لائقة عن نفسه، فبتلاقي الشخص مو قدران يوضح خبراته بالسيرة الذاتية أو حتى يقدر يضوي بتفاصيل بسيطة على مهاراته. اليوم هدفنا نشارك معكم بعض الملاحظات بخصوص إعداد السيرة الذاتية الاحترافية CV لحتى تتميزوا وما تكونوا مجرد رقم بين الاستمارات والCVات اللي عم تتقدم لأي مكان عمل واللي يمكن يصل عددها لآلاف. لما نبدأ بتجهيز CV لازم نراعي 3 مبادئ أساسية: الصدق، الدقة والتوافق. يعني ببساطة لما بنكتب معلومات لازم تكون واضحة ومرتبة موجزة وذات صلة. بسطها عربي أو إنجليزي، خليها تكون بسيطة قدر الإمكان. من الضروري تكون CV قصيرة وموجزة. اذكر ملخص عن تاريخ توظيفك ودراستك بدل ما تذكر تفاصيل كثيرة، واستخدم لغة رسمية غير عامية ودون اختصارات، واكتب ببساطة ووضوح. خليك صادق، كثير ممكن يدفعنا المنصب لحتى نبيض CV ونبالغ بمؤهلاتنا العلمية أو تاريخ توظيفنا. بالحقيقة هالشي ممكن ينعكس علينا سلبا إذا وصلنا لمرحلة المقابلة، لأن المدير الخبير بيقدر بأسئلة بسيطة يتأكد من امتلاكك للمهارات المذكورة بالCV، واحتمال كبير يتصل بمكان العمل السابق لحتى يتأكد من دقة معلومات CV. تحقق من الشكل العام. دقق بالCV وانتبه، في مساحة بيضاء كافية؟ هل المعلومات المذكورة مضغوطة كتير؟ هل الشكل العام متناسق من ناحية الخطوط والألوان والمسافات بين النقاط؟ وهل CV بتعكس صورة احترافية ومرتبة؟ دقق CV، تحقق من وجود أخطاء إملائية وقواعدية واعرضها على شخص آخر يفضل يكون مختص، لأن غالبا يصعب على الفرد يشوف أخطاء. بعد ما تعرفنا على بعض النصائح المهمة لكتابة CV، راح نتعرف على المعلومات الأساسية الضرورية لأي CV. هالمعلومات تتوزع على 6 أقسام رئيسية، وهي معلومات شخصية ومعلومات الاتصال. هاي المعلومات بتكون في بداية CV واللي بتتضمن الاسم، تاريخ الميلاد، مكان الإقامة، عنوان الإيميل، رقم الموبايل، أي موقع احترافي أو حساب سوشيال ميديا ذو صلة. الدافع أو الحافز، بسطر أو سطرين ممكن نذكر الهدف من التقديم على هذا المكان والقيمة المضافة اللي راح أقدمها. وهون تجي أهمية معرفتك بشكل بسيط عن المكان اللي عم تقدم عليه والشغل المتوفر، وأكيد ملائمته لخبراتك. وكتير من الناس تسألنا أنه نحن ما بنعرف حدا بيشتغل بالشركة، فكيف فينا نعرف؟ الموضوع بكل بساطة، بحث أونلاين على موقع الشركة أو حسابات التواصل الاجتماعي. هذا الشيء راح يكون كافي لحتى تاخذ لمحة عامة عن نشاط الشركة. التعليم والمؤهلات، نذكر اسماء المؤسسات التعليمية اللي درسنا فيها وفترات وتواريخ الحضور بترتيب عكسي، من الدكتوراه الى الماسترز الى الدبلوم الى الإجازة. الخبرة العملية او التطوع او تاريخ التوظيف. والصيغة الاكثر قبولا لسجل المعلومات الوظيفية هو الترتيب الزمني، أي عرض الخبرات السابقة بترتيب زمني عكسي من الأحدث إلى الأقدم، مع تسليط الضوء على الوظائف الأحدث. وممكن ببعض الأحيان نذكر المهام ذات الصلة مثل ما سبق وأكدنا واللي كنا نؤديها بأماكن العمل. المهارات،
تتضمن المهارات مهارات الكمبيوتر واللغات غير اللغة الأم وأي تدريبات ذات صلة بالمنصب اللي بدنا نتقدم عليه، بالإضافة إلى بعض السوفت سكيلز مثل مهارات التواصل، تحديد الأولويات والتخطيط وغيرها. معلومات أخرى تتضمن الأبحاث ورسائل الماسترز والدكتوراه والمنشورات والمحاضرات والمعارض والمنح والزمالات والجوائز والشهادات الاحترافية. بالختام نتمنى لكم دوام الصحة والنجاح. شاركونا بأي أخطاء أو مشاكل واجهتوها وأنتم عم تعملوا CV، وشكرا على متابعتكم ونأمل نشوفكم بفيديوهات جديدة.